هذه الفعالية في إطار الاستعداد لاستقبال سفينة الزيتونة القادمة في قطاع غزة، التأكيد على وقوف شعبنا الفلسطيني بالكامل خلف هذه الحركة، حركة التضامن العالمي، وأيضا للترحيب بهذه السفينة، والتأكيد أن رسالة هؤلاء الناشطات اللواتي خضن 1000 ميل بحري من أجل كسر حصار قطاع غزة رسالتهم وصلت، سواء وصلوا إلى القطاع أو لم يصلوا، وأيضا هذه أيضا رسالة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء معاناة الغزيين. 2 مليون إنسان يعيشون منذ 10 سنوات في عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي، آن الأوان له أن يكسر، وهذه السفينة سفينة الزيتونة هي بداية لكسر هذه لكسر هذا الحصار بإذن الله. يعني نحن نتعامل مع عصابة إسرائيلية تتعامل فوق القانون وفوق القيم والأخلاق، ولدينا تجربة سابقة، سفينة مرمرة واغتيال 10 من الأشقاء الأتراك لا زالت حاضرة في أذهاننا، وبالتالي نحن نعتقد أن هذه السفينة سواء وصلت أو لم تصل رسالتها الإنسانية وصلت، والاحتلال الإسرائيلي بحماقته إن ارتكبها في عرض البحر يكون قد قدم لنا خدمة بتصعيد حركة الاحتجاج الدولي وأيضا تصعيد حركة المقاطعة الدولية. الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يتعامل بعقلانية وعليه أن يترك هؤلاء النسوة في عرض البحر حتى يصلوا إلى مبتغاهم ومهمتهم الإنسانية، وألا يعترض هذه السفينة. ونحن أرسلنا رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة الانتباه إلى الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات القرصنة التي تتم في عرض البحر.